سر في دروب الله واقصد سبيل الله، صم وامتثل لله وابذل لوجه الله. قد جاء شهر النور في قدسه المبرور، من قلبك المعمور فلتزهر الديجور. يا أيها الناس شهر الله فضله، على الشهور دعيتم في ضيافته، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم عبادة حين نلتم من كرامته، عبادة حين نلتم من كرامته. يا الله يا كهف من ناجى، يا الله يا غوث من نادى، يا الله يا الله يا الله يا رب يا منان، يا رب يا منان. اسلك هدى الرحمن وعبده بالعرفان، واقصد خطى الإيمان في السر والإعلان. اخشع بوقت سجود للخالق المعبود، وابذل بغير حدود فالبذل أصل الجود. فلتسأل الله والنيات صادقات، حتى يوفقكم والصوم يقبله. فليس أشقى من المحروم مغفرة إلى الذنوب، ومنه الوزر يثقله، إلى الذنوب ومنه الوزر يثقله. يا الله افتح لنا الرضوان، يا الله ولتغلق النيران، يا الله يا الله يا وانهل البركات بالذكر والآيات، ولتقطف الخيرات بالهمس والدعوات. واصدح بوقت أذان بالحمد والعرفان للخالق المنان،
فالخير في رمضان. ضجوا إلى الله في ساعة دعواتكم، فهو الملاذ لكل الخاشعين أواه. ولتتقوا النار بذلا في محبته، ولو بشربة ماء أو بشق نواه، ولو بشربة ماء أو بشق نواه. يا الله مثبت الأقدام، يا الله يا غافر الآثام، يا الله يا الله يا الله، اكتب لنا الغفران، اكتب لنا الغفران. يا روض القرآن رمضان.